تمارين الرياضة. السلام عليكم، وكيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في القناة سارة في اليابان. فيديو اليوم عبارة عن تجميع للحظات جميلة قضيناها في يوم من أيام الجولدن ويك أو ما يعرف بالأسبوع الذهبي. ده كان من فترة، يعني في بداية شهر 5 الفات، وكان في رمضان. يعني أنا كنت صايمة، أخذت الأولاد يلعبوا في حديقة مش بعيدة من منطقتنا، وبعدها رجعت عملت وجبة الإفطار. يوم عادي، بس أنا حسيت إنه لقطات جميلة ولحظات ممتعة، حبيت إنكم تشاركونا بها. فما حتكلم كثير، هيا بنا نبدأ الفيديو. في الفترة دي من السنة طبعا، لأنه الجو جميل، الناس كلها دايما يعني بتطلع، الأسر بيطلعوا مع أطفالهم بياخدهم للحدائق والمتنزهات. دي من الأشياء الجميلة هنا في اليابان، إنه فيها 4 فصول. طبعا الربيع أعتقد هو من أجمل، يعني الربيع والخريف. الحديقة اللي مشينا لها فيها بحيرة صغيرة، والأولاد استمتعوا في اليوم ذاك بصيد ما يعرف بجراد البحر أو الزاريغاني بالياباني. طبعا هو يعني هي في النهاية بس بيمارسوها حاجة للاستمتاع وللتعلم برضو. في النهاية يعني هو الزاريغاني اللي بيصيدوه وبيرجعوه للبحيرة، يعني ما حاجة إنه مش عشان إنه يأكلوه ولا كده، فقط الفكرة إنه استمتاع وإنه يعني يلمسوا الحيوانات ويشوفوها كيف بتعيش في الطبيعة نفسها. الطعم نفسه، الفكرة يعني إنه الصنارة بيصنعوها هم بنفسهم، والطعم بيكون عبارة عن إيكا اللي هو دي ما يعرف بالحبار، بيجيبوا يعني بيشتروا من أي مكان وبيعلقوه، دي هو الطعم اللي بيحبه الزاريغاني. نرجعوا في المويه ولا حتعمل بشنو؟ فبالجد اليوم ذاك قضينا وقت حلو خالص، يعني هم استمتعوا وأنا نفسي استمتعت، يعني والأطفال كلهم الجو العام، بس أنا لأنه ما حبيت أصورهم. الأطفال التانيين كان في مجموعة كبيرة من الأطفال ومع أهلهم. Thank you.
الأشياء اللي استخدمتها في عمل الأكل الوجبة اليوم: سمك سالمون وتوم وذي شبت وزيت زيتون. فأكلة بسيطة، هتكون مكونات بسيطة جدا لكن أكلة لذيذة وأولادي بحبوها. يعني بتتأكد بس مع رز. المهم حوريكم حصة الطريقة باختصار. يعني أول حاجة بنجيب موية ونسخنها ونسلق فيها السمك. طبعا هو يعني بيكون حسب حجم القطع يعني، لكن ما أكثر من 8 دقائق 9 دقائق، هو بينجد بسرعة يعني. بعد كده بنطلع السمك نخليه على جنب لحد ما يبرد، بنطلع منه الشوك. دي يمكن أكثر حاجة بتاخد وقت في القصة دي كلها، يعني طلع الشوك عشان نتأكد إنه ما فيه أي شوك. بعد كده بنحط شوية زيت زيتون وشوية ثوم وننزل عليه السمك بس عشان ياخد الطعم، وبنزيد عليه الملح، ما بيحتاج أي بهارات غير الملح. الشمار الأخضر طبعا أنا استخدمته هنا واحد مجفف، لكن إذا عندكم الفريش برضو ممكن، هو بيمشي حلو خالص يعني، الاثنين دول بيمشوا حلو خالص، الشمار الأخضر مع السمك السالمون. بالنسبة للشوربة أنا استخدمت شوربة جاهزة بتاعت مشروم، اللي هي بس يعني أضفت عليها موية ساخنة، ما تعبت نفسي خالص الحاجة دي. اختصرت على نفس الوقت يعني والمجهود. الفطاير كنت مجهزها من بدري. طبعا الرز بنعمله بالطريقة الاعتيادية، يعني أنا عملت بالرايس كوكر بطبخة الرز، وبعد كده جيت أضفت عليها السمك السالمون وبس نخلطهم مع بعض. طبعا حسب الكمية اللي انت عايزاه يعني، ما مشكلة يعني كتير أو شوية حسب رغبتكم. وبس بكده فطورنا بقى جاهز، الشوربة جاهزة، الفطاير جاهزة، عملت معاهم بصلطة خضراء وبس. طبعا التمر يعني في الأول بنبدأ به. فطور بسيط ولذيذ وخفيف وما أخذ مني وقت يعني في عمله، الحمد لله عجب الأولاد يعني. برضو قلت أشارككم بالوصفة وأكتبوا لي في التعليقات إذا جربتوها وإذا حبيتوا الطعم، لكن أنا متأكدة حيعجبكم بإذن الله. السلمون بالمناسبة من الأنواع من الأكلات اللي بحبوها أولادي جدا يعني، وفي أصناف كثيرة بعملها بالسلمون. برضو أكتبوا لي في التعليقات إذا حابين أعمل لكم وصفات بالسلمون أو بغيره يعني.